أنا الآن في بلدة كفرعويد في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. هذه البلدة التي حررتها الفصائل المقاتلة اليوم من أيدي ميليشيا أسد الطائفية. نلاحظ البلدة المحررة بالإضافة أيضا لبلدة سفهن التي كانت تتقدم الفصائل المقاتلة عليها، وغالبا أنها سيطرت عليها بالكامل. نلاحظ المكان الاستراتيجي لهذه البلدة أنها تكشف مساحات شاسعة جدا من ريف إدلب الجنوبي، بالإضافة أيضا إلى رمزيتها الثورية في المنطقة. نلاحظ التلال والهضاب هذه التي كانت تحتلها أيضا ميليشيا أسد الطائفية وميليشيا الاحتلال الروسي، وتم تحريرها أيضا، حررتها الفصائل الثورية أو الفصائل المقاتلة من أيدي ميليشيا أسد الطائفية. قرية سفوهن تبدو أيضا في الصورة، هذه أيضا القرية التي تم تحريرها. يأتي ذلك بعد تحرير الفصائل الثورية لقرية قوقفين في أيضا في جبل الزاوية. الآن استعادت الفصائل الثورية المقاتلة استعادت زمام المبادرة وعاودت الهجوم باتجاه المناطق التي احتلت ميليشيا أسد الطائفية مؤخرا. طبعا لا تزال أصوات الاشتباكات نسمعها، وتتساقط القذائف والصواريخ على بلدة كفرعويد من ميليشيا أسد الطائفية، ولكن الفصائل أيضا لا تزال تتابع تقدمها باتجاه مناطق كفرنبل وحاس ومعرة النعمان ومعرة حرمة وعموم ريف إدلب الجنوبي وإدلب عموما لتحريرها من أيدي ميليشيا أسد الطائفية. محمد فيصل، أورينت نيوز، بلدة كفرعويد المحررة، جبل الزاوية، ريف إدلب الجنوبي.